السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. بإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة. نبدأ من الموضوع الأول مشاهدينا الكرام، إذ تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه لمجموعة من الأشخاص التابعين لميليشيا العصائب، وهم يدخلون مزايدة في بلدية الموصل ويبتزون أصحاب المحلات التجارية والجراجات مقابل دفع 10 ملايين دينار عراقي أو زيادة الأسعار عليهم 10 أضعاف. كما تداول الناشطون أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالوا إنه لانهيار مواطن من أصحاب المحلات التجارية بعد دخول المزايدين على ورشته التي يشغلها منذ سنوات في مزايدة غير قانونية. ويقول خبراء قانونيون أنه ينبغي أن تكون المزايدات على المحلات غير المشغولة وليست تلك التي يعتاش منها المواطن العراقي منذ سنوات طويلة، مضيفين أن عناصر تابعة لهذه الميليشيات هي من تسيطر على ملف المزايدات وتعمل على ابتزاز المواطن الموصلي وبتواطؤ من قبل دائرة البلدية. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. كما أو بحسب الناشطين في مواقع التواصل قالوا بأنها لشخص تعرض إلى ابتزاز من قبل هذه الميليشيات وخضع لمزايدة غير قانونية. لنشاهد. التليفون لنتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع والموضوع بشكل عام. أحمد العراقي يقول: المكاتب الميليشياوية بدأت تزاحم الناس في قوتها،
تعليق لدينا من علي يقول: هناك من يتخذ من هذه المزايدات وسيلة للتربح وابتزاز أصحاب الحرف أو المحلات الحقيقيين. فارس يقول: أي سلبية في هذه المدينة سببها البلدية؟ هل يجوز أخذ المحل من رجل صار لعشرين سنة مأجر من البلدية وبالآخر تعال نسوي عليه مزايدة؟ مو هذا قطع أرزاق الناس الفقرة؟ أليس الأجدر أن يخمن المحل من قبل لجنة نزيهة؟ أما الزيادة أو نقصان حسب الحركة أو حركة العمل. بس مع كل الأسف هذا القانون مع المزايدة هو قانون ظالم منذ القدم. لو بس قدرتكم على الفقير، ما هو موقفكم من الأراضي المميزة التي توزعونها على الناس المميزة؟ هذا حلال؟ يتساءل فارس. لدينا تعليق من معاذ يقول: المزايدة يجب أن تكون على محلات فارغة غير مشغولة، أما المحلات المشغولة فيتم تعديل إيجارها إذا كان قديما من قبل لجنة خاصة ولا يجوز المزايدة عليها. علي يقول: حتى أرزاق العالم تحارب من قبل الفاسدين. وآخر تعليق لدينا في هذا الموضوع من محسن يقول: البلدية في الموصل محاربة الناس في أرزاقها في كل شيء، وفساد علني في كل شيء. ننتقل إلى الموضوع الآخر لدينا أو الثاني في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. تعرض مراجعون لدائرة مرور الرستمية في بغداد، تعرضوا إلى الاعتداء عليهم من قبل ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية. هذا المقطع الذي ستشاهدونه بعد لحظات أثار ردود فعل شعبية غاضبة من هكذا تجاوزات تصدر من بعض ضباط ومنتسبي الوزارات الأمنية في العراق. لنشاهد. نستمر مع معاناة المراجعين العراقيين في دوائر الدولة الحكومية. تداول العراقيون في مقطع أو في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قالوا إنه يفضح زيف وعود دائرة بلدية مدينة الناصرية في محافظة ثيقار ومدير الأملاك بأن تكون هناك انسيابية عالية عند مراجعة المواطن لدائرة الأملاك، لكن ما حصل أو يحدث مع المراجعين أن المراجعين يعانون من الروتين القاتل ومن الابتزاز من قبل الموظفين الفاسدين الذين يطالبونهم بالرشوة في سبيل تمرير أي معاملة موجودة تمر على هؤلاء الفاسدين، بالإضافة إلى فسح المجال للمعقبين والمتنفذين على حساب وقت المواطن الذي ينتظر في طوابير طويلة. دعونا نشاهد. نبقى مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع ونبقى في محافظة ذيقار، إذ انتقد ناشط من المحافظة إهمال دائرة جوازات الشطرة في المحافظة للمراجعين. لنشاهد ونستمع. يعني وظيفة دائرتكم
عبارة عن نمر ومشترك ولا جنسية. من اللي يبني لهم؟ الريف مسؤول يقول أنا أتكفل دائرة تخدم الموظفين، تخدم الناس اللي جاي تخدم المواطن، حال بحال بقية الدوائر. يعني هاي دائرة هي خدمة للمواطن، يفترض أنا أوفر لهم كل وسائل الراحة. دائرة أوسحها، شنو دائرة عبارة عن ممر؟ يعني يفترض اللي يسوي هيك دائرة وخادم المواطن أوفر له أنطية أدعمه، مو حاصرة. دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. مسعود يقول: هذا التصوير خلي شوفه أو خلي تشوفه وزارة المرور أو وزارة الداخلية، طبعا يقصد مديرية المرور في وزارة الداخلية والجهات الأمنية. طبعا واجب وضروري كل دوائر الدولة تدخل الموبايل بيها، لأن يصورون هيك الظلم على الناس الأبرياء. لهذا السبب لازم من الآن فصاعدا يسمح لكل مواطن يأخذ معاه موبايله حتى إذا صارت رشوة هم يصوروها. لدينا تعليق من رسول يقول: دائرة الضريبة هم وضعها مأساوي. ضمن التعليقات عقيل يقول: لو تشوف دائرة الغراف مأساة والله، وما شفنا فد يوم مسؤول مر عليها وقال خل أرممها أو أسوي لها حل. حبيب المصطفى يقول: أنت شايف دائرة ذوي الإعاقة بالبصرة؟ كارثة لا توصف، لأن هم أكثر ناس يحتاجون رعاية، بس حاليا هم أكثر الناس اللي يتعرضون للإهانة بدائرتهم. ماجد يقول: شنو الجديد بالموضوع؟ هذا التصرف يوميا نشوفه سواء بالشارع أو بقية دوائر المرور، بس هذا اتصور وانفضح والباقين ماكو فرصة للتصوير. طبعا الحديث هنا يدور على الضابط في وزارة الداخلية اللي تعدى على المراجعين. حسام الطائي يقول: هكذا يعامل المواطن العراقي في بلده. معنا أول اتصال سيد عبد الرزاق من بابل، حياك الله سيد عبد الرزاق. السلام عليكم شباب أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، يقولون لا. الوحدة بأمرها. لما يكون الأمر مضبوط وإنسان يطبق القانون، تكون الدائرة المعنية تكون حتما ملتزمة بتطبيق التعليمات. لكنه لما يكون المدير مال الدائرة أو مدير المركز أو أي مدير كان غير منضبط، يشجع على الرشوة، يشجع على الفساد، حتما تكون الدائرة تكون حلل. فالمواطن يعيش في تيهان، يعني لا من هو الموظفين بالدائرة يسوون إنجاز معاملته، ولا من هو يعني شو مثل ما تقول يعني خسران كل الأحوال. يعني هو اللي طايح بها المواطن، اللي متأذي المواطن. فهذا الروتين اللي جاي يعني يصير بدوائر الدولة. أنا بس قبل الروتين أرجو المعذرة سيد عبد الرزاق، قبل لا ندخل بمناقشة الروتين والبيروقراطية المعمول بها بالعراق، أنا أريد أسأل: هذا التصرف اللي اتبع وهذا التعدي اللي مورس على مراجعين في إحدى الدوائر الحكومية على عن طريق ضابط برتبة عميد، يعني هناك من سيبرر ويقول أنت شايف العراقيين وفوضتهم في مؤسسات الدولة لما يدخلون لمراجعة أي معاملة أو لتمرير أي معاملة عندهم؟ العراقيين يتسابقون على شباك الموظف بشكل فوضوي غير حضاري. هذا ما سيأتي من بعض الذين يبررون هكذا تصرفات تتبع من قبل ضباط أو منتسبين في الوزارات الأمنية. هل يحق لأي ضابط، لأي منتسب في الأجهزة الأمنية أن يتعدى على مواطن عراقي؟ لماذا وجد القانون إذن؟ لماذا وجدت المحاسبة القضائية؟ لماذا وجدت الغرامات؟ أليست لتقويم الناس عندما يرتكبون خطأ معينا؟ أم أن اليوم الوضع بالعراق أنا بيدي أجرك أهينك قدام الناس وأنت كبير في السن؟ والله يا أستاذ محمد إحنا احتارينا حقيقة. يوم الضابط يعتدى عليه، يوم الضابط يعتدى على المواطنين. لكنه الطامة الكبرى لما الضابط يعتدى على المراجعين،
هو كلمة ضابط من الضبط والنظام. لما القدوة يسيء إلى المواطن العادي هذه كارثة، هي طامة كبرى. إحنا ما نريد نقول صحيح، يعني أنا أجي أوافقك الرأي أستاذ محمد بأنه إحنا للأسف الشديد يعني المواطنين مالتنا المراجعين يحبون الفوضى، وهذه الفوضى أستاذ محمد لا مو يحبون يعني الفوضى، هم دي يعيشوها لأنها أمر واقع. راح أجيب لك مثال بعد شوية. نعم أستاذ محمد. المواطن العراقي يشوفه من يطلع للخارج يكون قمة بتطبيق القوانين بالدول الأخرى، لكنه بداخل البلد يشوفه فوضوي. ليش؟ لأنه يشوف الواقع اللي يعيشه هو، يعني من مسؤول اللي ما مهتم بالأمور الدائرة، فهو يطبق الحالة اللي يلقاها قدامه. يعني أتمنى والله يا أخي أستاذ محمد، أتمنى من كل الدوائر، سواء دوائر المرور غيرها من الدوائر، أن يكون يعني تكون توفر للمواطنين مكان مال الصراحة، ويجي شخص يستلم المعاملات مالتهم ويسحب أسماهم. لا فوضى ولا هيجان ولا هوسة. طيب هذا الكلام ممتاز. اليوم احنا خارج العراق الممثليات العراقية من قنصليات أو سفارات بعضها فوضوي لدرجة، أو يمكن كثير منها فوضوي لدرجة يعني تعكس حقيقة ما يحدث في العراق، لكن هناك أيضا نماذج تم معالجتها، وشهدنا طبعا بأم عيوننا بعض النماذج من بعض القنصليات العراقية في هذا البلد أو ذاك البلد بعد أن تم معالجة موضوع السرة اللي هو طابور الانتظار وحصولك على ورقة فيها رقم معين ومكان ملائم لجلوسك. كيف تقضى المعاملة بدون هذه الفوضى وبدون أن يضطر أحد من هؤلاء المنتسبين أو الضباط أن يعتدي على مواطن؟ لأنه توفرت للمواطن للمراجع وسائل الراحة وفرض عليه النظام، يعني أنت ما تقدر توصل إلى شباك الموظف بدون ما تحصل على رقم وتجلس في مكان مخصص للجلوس وتنتظر دورك حالك حال أي أحد آخر يريد يقضي معاملته. هاي الآلية مكلفة، إحنا يعني هالمليارات الموجودة بالعراق صعبة أنه هي توفر للمراجع العراقي مكان للجلوس وأجهزة لطباعة هاي الأوراق اللي هي يحصل بها على رقم دور للانتظار، صعبة غالية؟ لا أستاذ محمد، هذه يعني شو مثل ما تقول احنا بالمصطلح العامي يقول لك بسبل ماي، يعني هذه الامور جدا رخيصه من الاوراق من ليش ما يسووها اذا هي رخيصه وهي رخيصه نعم هي رخيصه بالمقدور تطبيقها ليش ما يسوون؟ المسؤول فاسد استاذ محمد، يعني لما يكون المسؤول فاسد اي خدمه ما يقدم. احنا المشكله اليوم نعاني من ظاهره الفساد اللي استشرت بالبلد كل دوائر الدوله. فقبل شويه قلت لك الوحده بامرها، فلما الشخص المدير لما يكون فاسد ما يقدم ادنى خدمه للمواطن. فهذا اللي اخيرا عندي نقطه سيد عبد الرزاق، بس نرجع بها للموضوع الاول، لانه يعني لفت انتباهي بعض التعليقات اللي وردت من الناشطين اللي تفاعلوا مع هذا المقطع، أنه يجب أن تسمح الوزارات المعنية والحكومة بشكل عام للمؤسسات العامة الحكومية بإدخال المواطن لهاتف المحمول حتى يوثق به أي حالة سلبية، أي خطأ، أي فساد يرصد ويفضح به هذا الشخص أو المؤسسة أو القائمين عليها إن حدث فيها. يعني اليوم على قولة الأخوة اللي علقوا ويقولون لولا تم تصوير هذا الضابط لما انتشر هذا المقطع ولما فضحت هذه الحالة السلبية. ماذا عن بقية الحالات اللي ما يقدر المواطن بها في هذه المؤسسة أنه يصور أو نسى يصور أو انشغل؟ هناك كثير من الحالات اللي بها فساد وبها اعتداءات على المراجعين. يعني هل اليوم بالعراق الموضوع يتم بعد الفضيحة التحرك الحكومي، بعد ما تنفضح حالة معينة يبدأون يخرجون في وسائل الإعلام ويحاولون يعالجون هذا الموقف عن طريق معاقبة هذا الضابط أو نقلة أو غيرها؟ هي هاي الحلول؟ ليش ما تعالج الأمور من جذورها من البداية؟ لا هذا مو حل، يعني أنت تدخل الموبايل، لا
المفروض كل دائرة أكو هناك لجنة أمنية التابعة للحالات السلبية وترصدها. يعني أخو ما أبقى أعتمد على المواطن يرصد للحالة السلبية، هذا دليل على فشل الدولة. صحيح. المفروض يفترض بالدولة أن يعني توفر كل الخدمات للمواطنين، مو تفكر بالحالات السلبية. أنت لما تقدم الحالة السلبية بالبداية إذا أنت فاشل. يعني ما أنت ما يعني قصدك يعني قصدك ينتظرون وقوع الحدث والمشكلة يلا يتفاعلون ويتدخلون. بالضبط 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 أستاذ محمد، هذا مو حل. لا أستاذ محمد للأسف يعني إحنا إذا نبقى على الحالات السلبية ورصيتها من قبل المواطن لا، الأمور متجهة نحو الهوية. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، أشكر حضرتك للمشاركة. نكمل مشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. خرجت تظاهرات في محافظة المثنى للمطالبة بإصدار أوامر تعيينات خريجي المجموعات الطبية وإنهاء التسويف تجاه مطالبهم المشروعة. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام للملف الذي سنطرح فيه قضية التظاهرات بشكل عام. جين سنة 2023 احنا من قدمنا على المجموعة الطبية، كان القانون انه الكل يتعين بدون اي استثناء. حاليا انصدمنا انه الحكومة جاي تعين اقسام من دون اقسام ثانية، ساعة يقولون انه الاسنان ما لهم تعين، ساعة تحليلات، ساعة صيدلة. الدرجات الوظيفية اللي مصروفة من الدولة هي عبارة عن 29 الف درجة وظيفية، عددنا بالكامل حوالي 57 الف. فيعني شلون المثنى تقريبا احنا عددنا بالالف خريج، الف الى الف وشوية خريج. شنو مطلبكم اليوم؟ مطلبنا انه وزاره الصحه تلتفت انه وتحقق المطالب مالتنا ويصرفون درجات وظيفيه لكل الاقسام الطبيه بدون استثناء. الطبيه سنه 2023 طبعا احنا من حقنا التعيين، وطلع وزير الصحه وعدنا شهر التاسع، حاليا احنا بشهر الثامن، شو وقت بعد؟ الاستماره انفتحت بشهر الرابع وانسدت. صار لنا تقريبا 5 اشهر احنا منتظرين. يا بطلع وزير الصحة احنا مجموعة ساعة يقولون انه حسب الحاجة 29 الف بس، شنو ذنب بقية الاقسام؟ احنا اقسام كلها تعبانة على نفسها، وثانيا ماكو طالب جاب الشهادة هيك بالهين. احنا قانون سنة 2000 قانون 6 رقم 6 احنا يحقنا تعيين مباشر. احنا كنا هنا مجموعة طبية من طب عام الى ادنى الاقسام، تقريبا ما يقارب الالف خريج في محافظة السماوة. بالعراق يوجد لنا 61 ألف خريج، تفاجئنا هذه السنة في النقص الحاصل في 29 ألف فقط مخصصة من الموازنة الاتحادية العامة، وهذا شيء منافي للقانون. خريج كلية صيدلة درسي 18 سنة وتعبت على مود أتعين، نتفاجئ بالدولة أنه التعيين هاي السنة حسب الاحتياج. احنا 57 الف المتوفرين بس 29 لهاي السنه. لذلك احنا نطالب وزير الصحه ووزير الصحه بالمثنى الاستاذ مازن انه يرفع بينا احتياج. احنا بالمثنى عندنا نقص بالكوادر الطبيه بكافه اقسامها، وعددنا اصلا احنا حتى عددنا بالمثنى مو بقيه المحافظات، عددنا كلش قليل. فنطلبه من وزير الصحه ومدير صحه المثنى انه يرفعون بينا احتياج ويمشونا أسوة بالدفعات السابقة. وين الوعد؟ وين الوعد؟ وين؟ نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، إلى محافظة القادسية، إذ خرجت تظاهرات لخريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية أمام دائرة صحة مدينة الديوانية للمطالبة بالتعيين لكافة التخصصات الصحية من دون استثناء. لنشاهد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في المحافظة الديوانية أمام دائرة الصحة الديوانية اليوم 7/8/2024 تظاهرات واعتصامات المهن الصحية والطبية بسبب الظلم بسبب التسويف، يطالبون بالتعيين. هو نفس القانون، قانون 6 سنة 2000. يسمعون الشباب، قانون 6 سنة 2000 تعيينهم مركزي، تعيينهم مركزي. ليش ما تطبقون القانون يا مدير صحة الديوانية؟
اتحرك وجيب لهم كتاب تعيين. يا وزير الصحه، يا وزير الصحه اتحرك. اليوم التظاهرات بكل محافظات العراق كلها اليوم منتفخ امام دوائر الصحه. باب ملت الشباب تعبت. هو نفس القانون، طبق القانون. يا وزير الصحه صالح الحسناوي، ليش ما تدعين هالشباب؟ اليوم 57,000 كل المحافظات، اليوم كلها طالعه، كل محافظات العراق امام دوائر الصحه يطالبون بحقهم، حقهم هذا. هو قانون ليش موقفينه؟ الا ويانا ما نرجع والتعيين، الا ويانا ما نرجع والتعيين، الا ويانا ما نرجع والتعيين، الا ويانا ما نرجع والتعيين. ابنوا مستشفيات، زودوا عدد المستشفيات، ابنوا مراكز صحيه بالقرى والارياف حتى تستوعب، حتى تستوعب هذا العدد الكبير من الخريجين مال الصحه. ابن مستشفيات، انت مو تقول له روح انا ما يعني ما لك مكان يمي، لا. وين تخطيط الحكومه؟ وين بناء المستشفيات؟ وين بناء المراكز الصحيه؟ اليوم القرى والارياف ما بيها مراكز صحيه. ابنه وعينه هاي الشباب، هاي الشباب، شباب والبنات هاي بالشارع، والله جريمه، والله العظيم عيب على كل مسؤول. شنو الفائده من المسؤول؟ ناس قاعده بالشارع، نساء قاعده بالشارع. ها شنو ذنب هالام قاعده هي وبنتها بالشارع؟ اليوم تظاهرات المهن الصحيه والطبيه في محافظه الديوانيه. شنو ذنبها هاي الناس؟ هاي بسبب الحكومه، سوء التخطيط والاداره، كثره الجامعات الاهليه. هاي الناس شنو ذنبها؟ النساء اليوم القاعده بالشارع يعني طالبون بالتعيين على وزاره الصحه. شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ سبب الحكومه، ما لهم ذنبهم، ما لهم اي ذنب. سبب الحكومه عم لا تخطيط، كل شيء ماكو. السبب وزاره الصحه، وزاره التخطيط، رئاسه الوزراء، عم هاي الاعداد جات تراكم. نبقى مع ملف التظاهرات مشاهدينا الكرام. إذا انطلقت تظاهرة حاشدة لخريجي المهن الطبية أمام دائرة صحة محافظة نينوى للمطالبة بشمولهم بالتعيين. لنشاهد. الرحمن الرحيم، نحن خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة دفعة 2023. خرجنا اليوم بمظاهرات في عموم أنحاء العراق عند دوائر الصحة كافة، وذلك للمطالبة بشمول جميع الخريجين هذه الدفعة ضمن التعيين، والبالغ عددهم أكثر من 57,000، والذي حقهم مشروع ضمن القانون ضمن المادة السادسة لسنة 2000، والذي يشمل تعيين جميع من خريجين المجموعة الطبية. نتظاهر أمام دائرة الصحة للمطالبة بالتعيين لجميع خريجي المجموعة الطبية. قبل شهرين وعدنا وزير الصحة بالتعيين لجميع الخريجين، والآن بعد مرور شهر يصرح باللاوجة التعيين لجميع الخريجين فقط ل 29,000 من مجموع 61,000. فنحن نتظاهر أمام الدائرة لشمول جميع الخريجين من جميع المحافظات في التعيين. احنا مجموعة من خريجي دفعة 23 بشكل عام بالمجموعة الطبية، نطالب بتعييننا وشمولنا بالدرجات الوظيفية وإنصافنا وباخذ حقوقنا بالنسبه لقانون التدرج الطبي، وهذا الشيء حقنا بالدستور وبالقانون، بما انه الدستور والقانون ما تغير وظل على حاله، حالنا حال الدفع على البقيه، وهذا سوء تخطيط من الحكومه من الدوله بالنسبه لوزاره التعليم، وزاره الصحه، هذا الغلط من عنده. يستحدثون درجات وظيفيه، هذا حقنا. يستحدثون اقسام طبيه اهليه، يستحدثون اقسام طبيه مسائيه، وما يخططون انه هاي الطلاب غدا راح تتخرج تريد لها تعيين. نستعرض الآن مشاهدين التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. مالك يقول: هؤلاء الخريجين ضحايا مافيا الفساد اللي سرقت أموالهم وقوت أهلهم، واليوم يسرقون درجاتهم الوظيفية وحقهم القانوني في التعيين المركزي، سحقا للأحزاب التي دمرت المجتمع العراقي. تعليق لدينا من عبير تقول: نطالب بتعيين المجموعة الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2023،
نناشد الجهات المعنية بالتدخل الفوري لحل مشكلة النقص الحاصل في الدرجات الوظيفية، كوننا مشمولين بقانون 6 لسنة 2000 وهذا يضمن التعيين لكل الأقسام. تعليق من فاتن تقول: نحن خريجي المجموعة الطبية والصحية والتمريضية دفعة 23، هناك مخالفة واضحة لتطبيق قانون رقم 6 لسنة 2000 من قبل وزارة الصحة، نطلب منكم مد يد العون لإنصاف هذه الفئة المظلومة رغم حقوقها التي كفلها الدستور وكذلك الموازنة الثلاثية، لا تقصروا بالمساندة الإعلامية وأنتم أهل لذلك. ياسمين تقول: إنصاف خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2023 ونطالب بتعيينهم جميعا بدون استثناء، وحسبي الله ونعم الوكيل عليك يا صالح الحسناوي لأني خالف الدستور ونطالب باستقالته. أيضا ضمن التعليقات من أحمد يقول: والله وبالله وتالله مستعدين نعيد أيام تشرين بمصرعها لأن كافي ملينا وبلغت القلوب الحناجر. طيب مريم تقول: التعيين حق قانوني لجميع دفعة 2023. ننتقل إلى الموضوع الأخير لدينا في هذه الحلقة مشاهدينا، في هذه الفقرة عفوا. تحدث نجل إحدى ضحايا حادث حريق مستشفى الإمام الصادق في محافظة بابل، تحدث عن تفاصيل الحريق الذي اندلع في المستشفى بداية الشهر الماضي والذي أدى لوفاة وإصابة أكثر من 250 شخصا. دعونا نستمع إلى تفاصيل الحادث وما الذي جرى لوالدته. راح نتحدث عن موضوع مهم اللي هو حدث بمحافظة بابل اللي هو حريق المستشفى الصادق اللي قبل كم أسبوع صار بهذا المكان، واليوم بالقرب من عندي أحد الضحايا اللي والدته توفت بسبب حادث الحريق، راح يروي لنا الحادث اللي صار. الله يرحمها ويرحم والديك. نعم الله يرحمه. تاريخ 4/7. نعم. الكاميرا وجهت. صار حريق مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. نعم. شعبة الأورام، إحنا شعبة الأورام مباشرة جوانا. زين. مباشرة جوانا. نعم. تعرف يعني صار حريق، الدخان كله صعد عن طريق الدافعات. زين. مال المستشفى. وين تكدس؟ كله تكدس بشعبة شعبة الإنعاش. زين. شعبة الإنعاش، العالم تدري من صار الحريق، صار نقلق جهاز الإنذار، الكل طفرت. نعم. المراجعين، الكادر، الكادر الصباحي ما عاد يمكن لو واحد لو اثنين، للأمانة يعني. نعم. يعني. واحد لو اثنين بقى والباقي كله شرد. زين. احنا ظلينا تقريبا ظلينا فوق ساعه ونص ساعتين نهفي كنا نهفي المريضه. زين. انا واخويا ظلينا نهفي. هي ليش نهفي يعني؟ الاجهزه طفوها. الاجهزه كلها طفوها. زين. يعني لا بقى لا كل شيء ماكو. نعم. الاكسجين كله انقطع. نعم. والدتي قامت الحاله مالتها تدارك سي. نعم. نحو الأسوأ. زين. جاب شعبة الطيران صعد لنا لفوق، يا بكسروا لنا الجام، قال ما اقدر نكسر الجام. تمام. ما نقدر نكسر جامعة بمسؤولية، ظل يفتحون بي برغي برغي. خوش. دور هالأثناء صعدة مولدة هاي الصغيرة، هو فوق الدخان، دخان أسود وشون الغاز. يعني أدي أخويا وقع غمى عليه، وعلقوا له مغذي، وعلقوا له هذا علاج طو. زين. هاي قلت لك هالمولدة دور زادت الحالة. احنا سوينا في هالأثناء؟ العالم فزعت لنا، إجانا ابن عمي هم عن طريق الصدفة يزورنا، شاف العالم كلها طفرت. شناها احنا والعالم والدنيا كلها، واحد فزعنا الدنيا كلها، نزلنا من الطابق الثاني ننتقل للارضي بدينا. زين. نزلنا لجوا، اسعاف ماكو، انتظرنا الاسعاف 10 دقائق ربع ساعه على جتي. زين. دور الاسعاف من جتي سديه ما بيها. نعم. سديه ما بيها. زين. سديه ولا اسعافات اوليه اخذناها غير الاسعاف من هنا للمستشفى تركي المرجان بدون سديه. زين. وصلنا للمرجان الدور المرجان ما من استقبلوها علاج ما قبلوها، يقول لك الا الطبله الا الطبله حالتها، على ودي يشخصون حالتها. زين. من جت الطبله ورا ساعه ونص ساعتين جت الطبله. زين. يعني اعرف من التسعه. تمام. للوحده لا اكسجين ولا علاج، يعني تمام. يعني كم ساعه فارقت الحياه. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل الى مقطع اخر، اذ اشتكى ناشط من محافظه ذي قار، اشتكى من افتقار المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة للعلاجات الطارئة مثل إبرة الجزاز، ويناشد أيضا وزارة الصحة بضرورة زيادة التخصيصات للمستشفيات
لحاجتها الماسة للعلاجات الضرورية. دعونا نستمع. حسن يحضى كلب يسحق له مسمار طقه قزازة يجي للمستشفى إبرة قزيز ماكو. طبعا الذنب مو ذنبهم ولا ذنب الإدارة، الوزارة جاي تخصص بين فترة وفترة وتبقى بس 10 أوبر. زين الحل شنو؟ الحل شنو؟ هذا اللي بالعمالة يسحق له مسمار، هذا القزازة، هذا اللي عضه كلب، وين يروح إذا ماكو إبرة قزيز؟ أنا أقول لك وين يروح؟ يروح للمستشفيات الأهلية اللي أنت داعم إلها بفلوس الملايين، والإبرة 45، يروح للصيدليات، بس المستشفيات الحكومية ما تجهزونها بهاي الإبرة. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. مازن يقول: مهزل المستشفيات بالعراق. تعليق لدينا من صلاح الربيعي يقول: صدق وين صارت اللجان؟ وين التحقيق؟ هيك أرواح الناس ما لها أي قيمة. وأمجد يقول: جهاز المفراس مال مستشفى الشطرة عاطل صار شهر، رحت سويتها بالناصرية على حسابي ب60,000. علي يقول: قبل مدة أخذت شخص للمستشفى قالوا ما عندنا هاي الأبرة، كتبوا لي اسمها بورقة ودزوني على صيدلية أو صيدلية مستشفى الأمل الأهلي، اشتريتها ب45,000 من الصيدلية. لدينا تعليق من مصطفى يقول: والد صديقي توفى داخل المستشفى بسبب رفع الأجهزة عنه. وأخيرا أبو علي يقول: والله مستشفى الشطرة من كل النواحي تعبان، شهادة وفاة ما يقبل الدكتور يسويها، وفي أوقات الدوام طبعا يقول علما المتوفي عمره أكثر من 100 عام، الدكتور الموجود يقول ما عندنا دكتور يسوي شهادة الوفاة. كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ذكرى وقف إطلاق النار للحرب العراقية الإيرانية والتي دامت 8 سنوات، حيث سطر الجيش العراقي أروع البطولات والتضحيات دفاعا عن أرضه وعرضه، وكبد الجيش الإيراني خسائر جسيمة. دعونا نتابع. الآن نصل إلى فقرة الهاشتاج مشاهدين الكرام. هو نفس الموضوع الذي سنناقشه في منصة إكس،
تفاعل العراقيون مع بمناسبة ذكرى يوم النصر العظيم، واستذكر العراقيون بطولات جيشهم بفخر واعتزاز خلال إحيائهم ذكرى النصر العراقي على إيران مع وسم يوم النصر العظيم. جئناكم ببعض التعليقات في منصة إكس مشاهدين الكرام. مصطفى يقول: العراق تاريخ 8/8/1988 يوم النصر العظيم، في معارك خاضها الرجال بكل بسالة مدافعين عن أرضهم وعرضهم، ولقنوا الخميني وأذنابه درسا لم ولن ينسوه ما حيوا. براء تقول: تحية حب وفخر لكل أصناف الجيش اللي رفعوا راسنا بهذا اليوم، رحمة ومغفرة لكل شهداء هذه الحرب العظيمة اللي ما راح ننساها على مر العصور. 8/8 إلها مكانة بقلب كل عراقي أصيل. تعليق لدينا من زينب تقول: كان العراق الصخرة التي تحطمت عليها أحلام الخميني وأفكاره القذرة، كان العراق جبل النار الذي حال بين الفرس والعرب جميعا. وفردوس تقول: يوم النصر العظيم ويوم الأيام الذي لا يمكن لذاكرة التاريخ أن تسقطه من سجلاتها مهما حاول الآخرون واجتهدوا، سيظل يذكرنا بكأس السم ذاك الذي تجرعه كبيرهم، رحم الله شهداء جيش العراق الباسل. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.